دلوقتي مشاهدينا هنروح لفقرة التقارير، والنهاردة معانا تقرير عن الجزائر. ازاي؟ طبعا احنا عارفين في فصل الشتاء بيكون في بعض المدن في جليد، وناس كتير بيبقى عندها هواية التزحلق على الجليد، ودي هواية ورياضة طبعا، يعني نقدر نقولها بتدخل في مسابقات دولية وفيها يعني عدد كبير جدا من المشاهير كمان في رياضة التزحلق على الجليد، ولكن هي هواية للناس كلها، مش شرط نحاول يكون محترف. في بعض المولات بيبقى فيه الرياضة دي بشكل جميل. يعني هل جربتي التزحلق على الجليد يعني؟ بس عارف هو حاجه صناعيه، مش تلج حقيقي. يعني هو تلج حقيقي طبعا، بس بيبقى يعني عارف ازاي، بيبقى ساقع جدا الجو هناك عشان طبعا عشان بس هناك عندهم طبعا الجو بقى، يعني سواء كان في الجزائر او في الدول الغربيه طبيعي، ده تلج طبيعي بقى. بيبقى شكله جميل كده يعني في يعني بص زي الجبال اللي احنا شايفينها دي كده، بيعملوا تزحلق على الجبال وكده. كانت حكر طبعا هذه الرياضه شراز على الاوروبيين. لا دلوقتي الحمد لله عندنا في بعض الدول العربيه في تلوج مثلا زي الجزائر زي لبنان، فبالتالي الرياضيين والمدربين بيأملوا ان يبقى في توفير مصاعد كهربائيه حتى لا يضطروا الى قطع مسافات طويله سير على الاقدام عشان يستمتعوا بهذه الرياضه المهمه والجميله جدا اللي هنشوفها دلوقتي زي ما قال الشيراز على شوف زي ما شايفين الجبال الجميله اللي كلها تلوج، يا حاجه روعه يعني. وبعدما كانت حكرا على الأوروبيين، ها هو الحلم يتحقق ليكون الجزائريون على موعد مع هواية التزلج على الجليد. هذه الظاهرة شهدت إقبالا كبيرا من الجزائريين المتعطشين لممارسة التزلج رغم عدم توافر الظروف المناسبة، والتي تتطلب إمكانيات كبيرة ودعما موجها لمجالات الترفيه بشكل عام. تعاني رياضة التزلج بسبب عدم توفير البنية التحتية الرئيسية اللازمة للصعود إلى سلاسل الجبال والتنقل، إذ يضطر ممارس هذه اللعبة للمشي مسافات طويلة. فبعد تساقط الثلوج يشق كثير من هواة التزلج في الجزائر طريقهم إلى جبال تيكيجدة التي يغطيها الجليد سريعا، وذلك للاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة. ويأمل الرياضيون والمدربون في المستقبل أن يتم توفير مصاعد كهربائية حتى لا يضطروا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول لمناطق التزلج. Thank you.